بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الزملاء من الوزراء والسفراء والمفكرين والكتاب، أعضاء مجلسي النواب والشورى، وممثلي المنظمات المحلية والدولية، السيدات والسادة الحضور الكريم، أود في البداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ولمدير المركز الدكتور خالد عكاشة على الدعوة الكريمة. وأود أن أسجل بالتقدير للقائمين على هذا المؤتمر اختيارهم الموفق للقضايا التي يتناولها المؤتمر في جلساته المختلفة، والتي تستعرض على مدار اليوم آليات تعزيز حقوق الإنسان وتحفيز جهود التنمية المستدامة لبناء عالم أفضل ما بعد جائحة كورونا، في ظل إشكاليات عميقة الأثر التي كشفت عنها الجائحة في مختلف دول العالم. وفي مقدمة هذه الإشكاليات ضمان إتاحة الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية لدى كافة فئات المجتمع، ومعالجة الفجوات التنموية التي تفاقمت نتيجة للتداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19. السيدات والسادة الحضور الكريم، ينبغي علينا جميعاً أن نقر بصعوبة ما يشهده العالم حالياً من أزمة متفاقمة ولا زالت مستمرة نتيجة لتفشي فيروس كوفيد-19. فقد ضربت هذه الأزمة الاقتصاد العالمي، وتجاوزت هذه الأزمة في حدتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة الأزمات السابقة التي شهدها العالم، وذلك نتيجة لتعليق الأنشطة الاقتصادية في العديد من المناطق حول العالم وظهور العديد من التحديات الاقتصادية الأخرى، يأتي في مقدمتها تحديات متعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وهي تحديات تنعكس بالطبع تداعياتها على قضايا حقوق الإنسان. ويمثل صدور تقرير كورونا حقوق الإنسان كلنا معا من الأمم المتحدة في إبريل 2020 بمثابة البوصلة التي توجه كافة دول العالم على حد سواء نحو الجهود الواجبة للتعافي مع هذه الأزمة، مع إعادة ترتيب الأولويات وفقاً لمنظور حقوقي. فيشير التقرير إلى أن حقوق الإنسان تعد مفتاحاً رئيسياً لصياغة الاستجابة الفعالة لمواجهة جائحة كوفيد-19 على كل من مستوى الصحة العامة والأثر الواسع على حياة البشر ومستوى معيشته. فالإنسان هو ضمان الرعاية الصحية لكل فرد والحفاظ على صحة الإنسان، وضرورة التعامل الجاد والفعال من جانب كافة دول العالم من خلال نهج تشاركي في إطار المسؤولية المجتمعية والدولية المشتركة لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة، وذلك عبر تبني إطار متسق يضمن التوازن بين تلبية متطلبات الأجيال الحالية مع الحاجة إلى حماية وتحسين البيئة، مراعاة لحقوق الأجيال المستقبلية في التنمية. نتج عن تفشي جائحة كورونا معاناة الدول النامية من فجوة في التمويل قدرها 1 تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابير التعافي من فيروس كوفيد-19 مقارنة بما يتم إنفاقه في البلدان المتقدمة، مع نقص في التمويل الذي تحتاجه تلك الدول في عام 2020 لإبقائها على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدره 1.7 تريليون دولار وفقاً لآخر تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية البشرية بشكل ملحوظ في عام 2020 لأول مرة منذ عام 1990. كما تأثرت العملية التعليمية في كل دول العالم، حيث تقدر منظمة اليونسكو أن حوالي 1.25 مليار طالب تأثروا بعمليات إغلاق المدارس، في حين يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 86% من أطفال المدارس الابتدائية في البلدان النامية لن يحصلوا على تعليم جيد، وهو ما يؤكد ضرورة سد الفجوة الرقمية وإتاحة الحق في الحصول على الإنترنت لا سيما في المناطق الأقل حظاً. بالإضافة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن أكثر من شخص واحد من بين كل 6 أشخاص قد فقدوا وظائفهم منذ انتشار جائحة كوفيد-19. السيدات والسادة الحضور الكريم، في أطار الحديث عن جهود الدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان والتي تواجه تحدياً جديداً يتمثل في جائحة كوفيد-19،
ينبغي علينا أن نعتز ونفخر بتبني الدولة المصرية أجندة وطنية طموحة وجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تمثلت في استراتيجية مصر 2030 وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية. هذه النسخة أطلقها السيد الرئيس في فبراير 2016، وده تأكيد على الدعم السياسي لهذه الأجندة. فمصر تعتز بكونها من أوائل دول العالم التي وضعت رؤية وطنية لتحقيق أهداف التنمية الأهداف الأممية، كما جاء في إطار هذه الرؤية أيضاً تطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. هذا البرنامج الذي بدأ في نوفمبر 2019 نفذت الدولة المصرية من خلاله العديد من الإصلاحات، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة، تحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بهدف أسمى وهو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وإعادة ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص باعتبار أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية. يأتي في القلب من هذه الإصلاحات والجهود تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها للمواطنين في إطار هدف أعم وأشمل وهو بناء الإنسان المصري. فلدينا إيمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية وهي أيضاً غاية التنمية الرئيسية. لذلك عملت الدولة المصرية على تكثيف الاستثمارات العامة في الأعوام السبعة الأخيرة. بلغت إجمالي الاستثمارات 2.7 تريليون جنيه مصري، حوالي 175 مليار دولار بمتوسط نمو سنوي 27%. تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، قطاع الصحة والتعليم، بلغت الاستثمارات فيهم 220 مليار جنيه، حوالي 15 مليار دولار، ومتوسط نمو سنوي 36% خلال هذه الفترة. أيضاً شمل ذلك العديد من المبادرات التنموية، منها مبادرة حياة كريمة ومبادرة مراكب النجاة للحد من الهجرة غير الشرعية، ذلك بالإضافة إلى المبادرات الصحية الرائدة التي تبنتها الدولة المصرية والتي تتفضل بها تعرضها زميلتي الوزيرة الصحة، منها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، تعد أكبر المبادرات في قطاع الصحة في تاريخ مصر والعالم، وحظيت هذه المبادرة بإشادات عديدة من كافة المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية. وفي مجال التعليم جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، وأيضاً مبادرة التوسع في الجامعات الأهلية. كما رعت الدولة أيضاً في الأعوام الأخيرة تكثيف الاستثمارات العامة في تطوير البنية الأساسية خاصة في قطاع النقل وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الكهرباء. وهنا أود أن أؤكد على حرص وزارة التخطيط وهي المنوطة بإدارة منظومة التخطيط التنموي على توجيه الاستثمارات العامة بما يضمن ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات التمويلية ووفق أيضاً للفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات. أيضاً نؤكد على ضمان الشفافية في توفير هذه المعلومات من خلال إطلاق خطة المواطن، وهي خطة بيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني ويتم إتاحتها أيضاً في المحافظات، وده من أجل التأكيد على مبدأ المساءلة وإشراك المواطن في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها. تنظر مصر للحق في التنمية باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان وإطار حاكم لتفعيل جهود التنمية البشرية، وهو ما يتصل بالالتزام الواقع على عاتق الدولة والحكومات لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص للجميع في الوصول إلى الموارد الأساسية، تعليم، خدمات صحية وإسكان، والتوزيع العادل للدخل، واتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية وفق ما جاء في المادة الثامنة من إعلان الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. في إطار الحديث عن مساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، سبق أن تبنت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تستهدف إلى إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي،
والحرص على ضمان اعتبارات المساواة بين الجنسين، وتأكيداً لذلك نص برنامج عمل الحكومة المصرية على مبادئ تسعى إلى تقليل الفوارق بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون والحقوق السياسية والتعليمية بما تضمنهم المساواة في فرص التعليم وحقوق العمل والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة. كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي. يهدف هذا الدليل إلى تهيئة البيئة المشجعة لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوء رؤية مصر 2030 واستراتيجية تمكين المرأة 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا. كذا تم توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية والمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات التي تراعي البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية. والأمر لا يقتصر فقط حضور الكريم على وضع الاستراتيجيات والخطط، ولكن يعتمد أيضاً على تفعيل هذه الخطط على أرض الواقع، فانعكس ذلك إيجابياً على ما حققته الدولة من إنجازات في هذا المجال. ففي المجال السياسي تحقيق مصر مستويات غير مسبوقة لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري، حيث وصلت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان إلى 28% و13% في مجلس الشيوخ. واجتماعياً سجلت مصر أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بنسبة 75%. وفي إطار التمكين الاقتصادي للمرأة بتمثل الإناث نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في مؤسسات الدولة. كما ارتفعت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة في البورصة المصرية لتصل إلى 11.6%، وتحسنت أيضاً في شركات قطاع الأعمال إلى 8.7%. نحن ندرك أن هذا غير كافي، عشان كده نحن في إطار التكليف السيد الرئيس في يوم المرأة المصرية بنعمل مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز تلك النسب من خلال زيادة التكثيف في برامج تدريب القيادات، تدريب النساء المصريات على مراكز القيادية ومراكز صنع اتخاذ القرار. تعزز ذلك أيضاً مؤخراً بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينص على يتضمن تشكيل مجالس إدارات الاتحادات المصرية للشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عنصراً نسائياً واحداً على الأقل. وفي إطار أيضاً جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، زادت أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول نحو 2 مليون سيدة. حظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة في أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير فبراير 2020 إلى فبراير 2021. سيدات والسادة الحضور الكريم، رغم أن هذه الجهود الحثيثة وما نتج عنها من مؤشرات إيجابية، إلا أننا ندرك تماماً أنه لا تزال هناك بعض التحديات تتطلب مزيد من العمل، خصوصاً مع انتشار جائحة كوفيد-19 التي فرضت تحديات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على كافة فئات المجتمع. وفي سبيل التعامل مع هذه التحديات انعكست الخطوات الاستباقية في مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية وفي شبكات الحماية الاجتماعية على الطفرة الإيجابية التي شهدتها كل من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء خلال عام 19-20 وقبل حدوث أزمة كوفيد-19، مثل نمو الاقتصادي 5.6%، انخفاض البطالة إلى أقل من 8%، وانخفاض متوسطات التضخم إلى أقل من 5%، بالإضافة إلى استرداد الاحتياطي النقدي عافيته ليغطي أكثر من 8.5 أشهر واردات، وغيرها من المؤشرات الإيجابية التي كانت مرتكزاً لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المستدامة والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية. إلا أنه أزمة كوفيد-19 أثرت على العديد من هذه المؤشرات، إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب مزيد من الصدمات الاقتصادية.
فجاءت مصر ضمن عدد محدود جدا من دول العالم التي حققت معدل نمو موجب في ظل الجائحة 3.6% العام المالي القادم، 2% في الربع الثاني من هذا العام، ونستهدف الوصول إلى 2.8% نهاية العام المالي الحالي و 5.4% في العام المالي القادم. من المؤشرات الإيجابية أيضاً التي تمثل دلائل مهمة نلمس من خلالها ثمار المبادرات التنموية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انخفاض نسب الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً، منذ 1999، حيث انخفضت نسب الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر، كذا زيادة معدل التشغيل وانخفاض معدلات البطالة التي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من 2021. والحقيقة دي الأمور المهمة جداً لما بنتكلم على الاقتصاد الحقيقي على الأرض، بنركز على 3 مؤشرات مهمة جداً: مؤشرات النمو الاقتصادي الموجبة، مؤشرات انخفاض معدلات البطالة، ده معناه أن التوجهات والاستثمارات التي وجهتها الدولة المصرية أدت إلى زيادة في فرص التشغيل وبالتالي انخفاض في معدلات البطالة وانخفاض في معدلات الفقر، وده يعني تحسين في جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. وده لما بنتكلم على تحسين في المؤشرات، نحن نعني بتحسين هذه المؤشرات الاقتصاد الحقيقي الذي يشعر به المواطن على الأرض، وليس فقط الاقتصاد الذي نعبر عنه بالأرقام وبالمؤشرات. وقد جاءت أيضاً في مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة في إطار حرص الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن وضمان حقوقه الأساسية وبين استمرار عجلة النشاط الاقتصادي. والحقيقة هذا التحدي لم يكن تحدي سهل، إن إحنا نبقى بناخد إجراءات للحفاظ على صحة المواطن وبناخد إجراءات احترازية وفي نفس الوقت بتستمر عجلة النشاط الاقتصادي. الحقيقة ده كان تحدي غير بسيط إطلاقاً، ولكن الحمد لله الدولة المصرية تعدت هذا التحدي بقدر عالي جداً من النجاح. هذا إلى جانب جهود الدولة المصرية للتخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على حقوق الإنسان من خلال وضع إجراءات فورية للاستجابة الإنسانية الطارئة، لا سيما للفئات الأكثر تأثراً للجائحة، توفير الدخل والسكن الكريم والخدمات الأساسية في الحالات الطارئة، وضمان اتساق السياسات والاستحقاقات الاقتصادية مع مبادئ الصحة العامة وحقوق الإنسان، وتأجيل مدفوعات خدمات الديون للأفراد والمنشآت، وتوفير تغطية صحية وحماية اجتماعية بما يسهم في اتباع نهج شامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية في ضوء ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. ومن ثم اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من أثار وباء كورونا، حرصت من خلالها على اهتمام بعملية أيضاً التواصل والشفافية، ودي الحقيقة كانت أيضاً محور مهم جداً في نجاح برنامج الدولة المصرية في التعامل مع الجائحة، وهو من خلال الشفافية والتواصل المستمر خلال المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها السيد رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء بصفة مستمرة لإطلاع المواطنين على حجم التحدي بشكل دوري والمستجدات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في كافة المجالات. الحقيقة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ارتكزت على خطة مدروسة ورؤية محددة، ارتكزت على ما يلي: 1، مساندة القطاعات التي تضررت من خلال تخفيف الأعباء المالية من خلال مزيج من السياسة المالية والسياسة النقدية التوسعية، تخفيف الأعباء على القطاعات الأكثر تضرراً في مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات سواء من خلال إغلاق كلي أو توقف جزئي وتأثيره السلبي على هذه المنشآت وعلى بشكل أساسي على العمالة. احنا هي هدفنا الأساسي الحفاظ على المنشآت، الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة المصرية، ده أمن قومي للدولة المصرية. فكان مهم جداً إن احنا نبقى بنخفف الأعباء على المنشآت الاقتصادية بتاعتنا، وبالتالي هذه المنشآت تستطيع أن هي تحافظ على العمالة بتاعتها. المحور الثاني كان تنشيط الاقتصاد المصري من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات.
زيادة الدخول دول كثيرة جدا في هذه الأزمة لم تزيد الدخول، بل بالعكس في دول أخذت إجراءات انكماشية. الدولة المصرية كانت حريصة جدا على أنها تخفف من هذه الأعباء عن طريق زيادة الدخول، زيادة المعاشات، وزيادة الاستثمارات، وبالذات الاستثمارات في القطاعات المرنة التي تحظى بقدر كبير من المرونة، زي قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما له من مزايا كبيرة جدا أظهرته الأزمة عن طريق التواصل الافتراضي، عن طريق التعليم الافتراضي، عن طريق الاجتماعات الافتراضية. المحور الثالث، وده كان محور مهم جدا، مساندة الفئات المتضررة، مساندة العمالة المتضررة، سواء كانت العمالة المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، أو من خلال العمالة الغير منتظمة من خلال المنحة الرئاسية التي أقرها السيد الرئيس. وكانت هذه المنحة للعمالة الغير منتظمة مدة 3 أشهر، ثم قرر السيد الرئيس مدها 3 أشهر أخرى من أجل مساندة العمالة المتضررة. والحقيقة يمكن الدولة المصرية النهاردة بتستفيد من قاعدة البيانات. النهاردة لدينا قاعدة بيانات بها 6 مليون عامل غير منتظم. النهاردة احنا بنعمل مع الوزارات المعنية لوضع برامج تدريبية مناسبة، ووضع برامج تشغيل مناسبة، وبالذات في المشروعات القومية. المرأة طبعا بتأتي في الفئات المتضررة من الجائحة، تمثل النساء النسبة الأكبر اللي بيعملوا في القطاع الصحي والاجتماعي، 70% منهم على مستوى العالمي. مصر احنا عندنا 43% من الأطباء البشريين في مصر، عندنا 92% من أطقم التمريض في مصر في القطاع الصحي، وده بيجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. كمان المرأة بتأخذ على عاتقها عبء الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر، وزي ما حضراتكم عارفين هذا العبء تزايد في ظل الجائحة نتيجة لإغلاق المدارس وإغلاق الجامعات وإغلاق مراكز الرعاية المختلفة. نتيجة لهذه الجهود والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، قام المجلس القومي للمرأة بوضع لأول مرة ورقة سياسات حول استجابة الدولة المصرية لاحتياجات المرأة والفتاة خلال الجائحة. ونتيجة لهذه الورقة جاءت مصر في المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة، كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرار مصري لحقوق المرأة لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات. وبذلك قادت مصر تحرك دولي لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان. وفي إطار حرص الدولة على تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الوباء، توسعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية. فنتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري. هذا المشروع الحقيقة بعتبره مشروع تاريخي، لأول مرة بيتم ضخ حجم كبير جدا من الاستثمارات هتتعدى في تقديري الأولي، احنا بنتكلم السنة دي التقديرات الأولية 200 مليار جنيه، بنتكلم على 3 سنوات هتتعدى 600 مليار جنيه، تستهدف نصف سكان مصر، تحويل التجمعات الريفية إلى تجمعات ريفية مستدامة. وده حقيقة بيؤكد على أن مصر بتستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأقاليم، وبتحقق من خلال هذا البرنامج تنمية إقليمية متوازنة، وده أحد الركائز الأساسية في أهداف التنمية المستدامة وفي رؤية مصر 2030. المبادرة احنا بدأنا المبادرة في يناير 2019. المبادرة حققت في المرحلة الأولى، رغم ان كان حجم الاستثمارات اللي فيها ما كانش كبير، استهدفنا 375 تجمع ريفي، ضخينا فيها 15.5 مليار جنيه، الا انه هذا الحجم الاستثمارات وهذه القرى والتجمعات الريفية حصل فيها انخفاض كبير في مؤشرات الفقر بحوالي 14 نقطة، وأيضا حصل فيها تحسن كبير في جودة الخدمات في هذه النقطة. تكلل أيضا هذا النجاح مؤخرا بإدراج الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practice، لكونها أولا
أولا مبادرة محددة، مبادرة قابلة للتحقق، لها نطاق زمني، قابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية. أيضا بيأتي مبادرة حياة كريمة بتؤكد على النمو الاحتوائي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازية، وبتستفيد من المزايا النسبية والمزايا التنافسية اللي موجودة على مستوى المحافظات، وده احنا بنشتغل فيه بشكل أكثر فاعلية من خلال أيضا مؤشر التنافسية اللي هنطلقه إن شاء الله قبل نهاية هذا العام، اللي بتشتغل فيه وزارة التخطيط مع مجموعة من المؤسسات البحثية. سيدات والسادة الحضور الكريم، في الختام أود أن أؤكد على أن جهود الدولة تأتي في ظل إدراك كامل أنه إلى جانب التحدي الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19 لا تزال أمام الدولة تحديات كبيرة، علينا جميعا التكاتف لمواجهتها، بل علينا جميعا أن نخلق من هذه التحديات فرص واعدة للعمل والتنمية في المستقبل، عمل يرتكز على أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار الدولة المصرية عازمة بكل إصرار على المضي قدما لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة. في الختام لا يسعني أن أكرر شكري وتقديري للجهد الكبير اللي قام به المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بقيادة الدكتور خالد عكاشة، ولكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الندوة، مع تمنياتي لفعاليات الندوة، ولكم جميعا بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله.